أهلا بحضراتكم في موجز الأهم الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وخلال استقباله لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بروسيا وبحرصها على مواصلة تعزيزها على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في المجال العسكري. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في منتدى حوار المتوسط والمقرر انعقاده بالعاصمة الإيطالية روما، وقالت وزارة الخارجية إن شكري سيعقد خلال المنتدى لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين والدوليين المشاركين في المنتدى، وذلك للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعربت مصر عن قلقها البالغ من جراء التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، والتي من شأنها أن تصاعد من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وخلال كلمته في جلسة الأمم المتحدة حول الأزمة الكورية، أكد السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية تعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.